النهاردة اليوم الأول في أجازة نص السنة واللي هتستمر لمدة أسبوعين إن شاء الله. طبعا كتير مننا ومن الأسر المصرية بيسأل إزاي ولادنا يستفيدوا من الأجازة وإزاي يستثمروا وقتهم في حاجات مفيدة ومهمة. خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة وإجابات وفية هنعرفها دلوقتي من ضيفتنا الدكتورة دعاء بيرو، استشاري العلاقات الإنسانية والإتيكيت الاجتماعي. نورانا النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دكتور، نورانا. صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير استاذ محمد. انا طبعا مبسوطه النهارده اني معاكم في صباح الخير يا مصر، يعني من اعرق برامج مسبيرو. ده شيء يسعدنا طبعا. طيب في البدايه يعني بالنسبه لنا مفهوم الاجازه يعني اجازه، لكن هل ممكن نستغل الاجازه عشان نقدر ان احنا نخلي ولادنا يقوموا مثلا بانشطه مفيده، ان هم يستفيدوا اشياء مفيده؟ احنا على سبيل المثال دلوقتي معرض القاهرة الدولي للكتاب موجود، فهل ممكن الأطفال دلوقتي هل وهم حابين نفسهم إن هم مثلا يزوروا معرض القاهرة الدولي للكتاب، أو إن احنا ممكن نبتدي نديهم الفكرة كده واحدة واحدة؟ طبعا حضرتك بداتي بدايه جميله جدا، ان احنا اجازه، واجازه مش معناها نوم زي طبعا المتعارف على كل الاطفال وكل اولادنا ان اجازه نوم، بلاي ستيشن، موبايلات، وكاني بتخلص من المذاكره وجهود المذاكره والضغط اللي كان عليا، فخلاص بقى مامي بابي خلاص انا هعمل ايه اللي انا عايزه. لا، هي فكره ان اجازه انها بريك، هي هدنه بفصل ما بين شغل ومجهود وارهاق كان على كاهلي، ليه؟ يعني لإعادة الشغف والميول والحماس مرة أخرى لهذا المجهود اللي هبذله مرة أخرى. فهي هدنة زي بيقول بشحن طاقة، فعشان أشحن طاقة وأكون سعيدة لازم يكون في أكتيفيتي كتيرة، مش مجرد النوم وإني ألعب على الموبايل أو الحاجات دي كلها. الموبايل موجود طول الوقت، النوم موجود مش هيروح، لكن الفترة بتاعت أجازة نص السنة دي لازم فعلا تستغل وتكون في تخطيط لها، يعني ومشاركة ما بين الآباء والأمهات والأولاد، لأن طبعا ما ينفعش إن أنا أجبر أولادي برضو على حاجة معينة، لا، أنا لازم أكون في تشاور ما بيني وما بينهم، بعلمهم إزاي ياخدوا قرار وأصاحبهم. يعني هي بعتبر إن أجازة السنة هي فرصة عشان العلاقات المتوترة ما بين الآباء والأمهات وأولادهم أحسنها، لان طول الوقت بقى فيه بتتوتر اكتر في خصوص السنه عشان في احتكاك اكتر فانا اصاحب اولادي واحتويهم. هي فرصه اني استمتع بيها، فيها ترفيه، فيها قراءه، فيها انشطه، فيها اعملها ازاي ده تواصل ما بيني وبين عيلتي. خلينا نقول كده للساده المشاهدين، اي اب او ام يعمل ده ازاي مع ولاده في نص السنه، يخطط الاجازه بشكل يعني يديهم يعني معلومات ويبقى فيه الوان مختلفه من الاكتيفيتيز او الانشطه، ازاي ده يحصل من غير ما يبقى فيه نوع من الاجبار ومن غير ما يبقى فيه خناق؟ لانه ساعات الاب بيقول حاجه والام تقول حاجه فالولاد يعملوا حاجه ثانيه خالص، والاولاد عايزين حاجه ثالثه. بالظبط، عايزين بلاي ستيشن. هي فكره فعلا ان انا وانا بربي اولادي وبعمل معاهم كتير من الاكتيفيتي والانشطه والتخطيط، انا بغرس فيهم حاجات وبعلمهم حاجات وبساعدهم ان هم اكونوا شخصيتهم. عشان الانسان يعني الاب والام يربوا اولادهم لازم يكون في خمس جوانب بنميها فيهم: الجانب المعرفي، والجانب الوجداني العاطفي، والجانب الرياضي والجسدي والجسماني، والجانب الديني، والجانب الاجتماعي. فالخمس حاجات دول لازم بحققهم وانا بربي اولادي، وانا حتى وانا بخطط الاجازه، يعني الخمس حاجات دول لازم يتحققوا. حته الجانب الوجداني والعاطفي لازم وانا بربي وانا بتعامل معاهم في الاجازه ان انا لازم اكون بربي فيهم قيم واخلاقيات، فرصه لان احنا كانت الدراسه شغلانة والحاجات دي كلها، حاجات كتيره ممكن اغرسها فيهم من جديد وانا بتكلم معاهم، اسمعهم تاني. حته الجانب الثقافي والمعرفي زي ما حضرتك استاذه جمانه قالت في اول الموضوع، معرض الكتاب فرصه، يعني انا بعتبره عرس حقيقي فعلا، ومش مجرد معرض كتاب، ما اصبحش مجرد ان انا بروح اقرا واجيب كتب، لا، ده هو في انشطه كتيره، وانشطه موسيقيه، وفي انشطه وحفلات فنيه وحفلات ومسرح وسينما، ومن خلاله يعني انا من خلاله ان انا بصاحب ابني، هي فسحه يعني فيها مكان الاكل وشربه وكل الاكتيفيتي اللي ممكن الاولاد يعملوها، واتعرف على ميول اولادي اذا كان بيحب كذا، بيحب الشعر، بيحب التمثيل، يعني فعلا بعتبره نافذه ثقافيه كبيره بيطل بيها الناس كلها، يطل عليها الناس كلها. الجانب الديني ان انا طبعا لازم برضو يكون في حته الصلاه والعباده والحاجات دي كلها موجوده في الاجازه. الجانب الاجتماعي وده مهم جدا، لان ساعات كتير احنا الولاد بيبقوا طول الوقت في المذاكره وفي ضغط المذاكره وفي الارهاق بتاع المذاكره، ومش بيزوروا اصحابهم، مش بيزوروا عائلتهم، فاحنا محتاجين ان احنا نعلمهم صله الرحم،
مرة تانية ان هم يزوروا اهلهم، ان اعادة تقوية علاقتهم باصدقائهم، صاحبتي اللي ما شفتهاش بقالي فترة طويلة، عيد ميلاد صاحبتي اللي ما رحتوش، اني ازور او ازورهم يعني ازور اصدقائه، وفي نفس الوقت فكرة ان انا اكون رقيبة من غير ما اكون بدي اوامر، لان احنا اولادنا دلوقتي غير زمان. يعني احنا كان عندنا حتة الخضوع شوية، وان بسمع كلام بابا وماما من غير مناقشة، لكن دلوقتي الولد بيحب يتناقش معاكي. يمكن ده بسبب الانفتاح. يعني اعتقد دلوقتي بقى في قدام الاطفال الدنيا كلها مفتوحة قدامهم، ثقافات كلها موجودة قدامهم، فاكيد غصب عنه هيبقى فيه جدال، او هيبقى فيه حتى عايز يفهم ايه ده. احنا زمان ما كانش فيه كده، كان فيه التلفزيون، كنا بنقرا ممكن مجلات، نقرا كتب، بس ما كانش فيه هذا الانفتاح بهذا القدر. صح، وكانت هي الفسحه بتاعتنا في الويك اند، بنروح النادي، حاجات بسيطه، لكن هم بقى عندهم افكار كتيره وخيارات كتيره وثقافات كتيره. هو جميل، بس لازم يكون في رقابه برضو من الاب والام. يعني انا بقول ان دايما مقوله الامام علي بن ابي طالب: لا تربوا اولادكم كما ربكم اباؤكم فهم خلقوا لزمن غير زمانكم. فانا بسيب لابني حريه اختيار يعني بما يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا. مساحه حريه الاختيار دي سقفها ايه؟ يعني دايما كلام حضرتك مهم جدا، هم خلقوا لزمن غير الزمن اللي احنا عشنا فيه، وايقاع الحياه مختلف، وزي ما جمانه قالت في انفتاح اكتر، فبالتالي عنده فكره السؤال دايما والجدل. يعني طب انا ممكن اسيب له مساحه الحريه دي لحد فين بالظبط؟ وامتى الاب والام يتدخلوا؟ سؤال حضرتك جميل جدا. بسيب له حريه الاختيار، يعني انا بكون انا بصاحب ابني، يعني والمصاحبه دي بتبدا من سن صغير جدا، مش اجي في ثانوي او في كليه صاحب ابني، لا بتبدا من هو صغير. يعني احنا حتى بنقول ان بندي ورش اتيكيت للاطفال من سن 3 سنين وهو بيستوعبه، لان حقيقي ادراك الاطفال دلوقتي بقى احسن من ادراكنا احنا. طبعا. واستيعابهم وردود افعالهم حتى كمان اسرع من ردود افعالنا. فحته ان انا دايما اتكلم مع ابني واحكي له عن مشاكل وقصص، بمعنى اني مثلا اقول له الفلان الفلاني عمل كذا، فانت ايه رايك في المشكله دي؟ ايه الصح والغلط؟ انت ايه رايك؟ انت ايه رايك؟ دايما الاطفال اطفالنا بيحبوا التقدير، ان هو مقبول، ان هو مرغوب، ان انت بتديله شخصيته مش طمسه شخصيته. مثلا يجي يقول رايه، انا بشوف للاسف شديد اهالي يجي الولد يقول رايه: لا انت ما بتعرفش حاجه، احنا عندنا خبره عنك. لا، أولادنا ممكن بزمانهم ده وانفتاحهم ممكن يكونوا عارفين حاجات كتيرة عنا. صحيح. صح. فأنا لازم أنا بعرض عليه نماذج، وإحنا بنتفرج على التلفزيون شفت حاجة، موقف مثلا لشخصية سيئة، فأقول له إيه رأيك؟ هو ده صح ولا ده غلط؟ طب هو المفروض يتصرف إزاي؟ فأنا بوري له الصح والغلط. باجي إن أنا لما بيجي مثلا يختار أصدقائه، أنا بسيبه يختار أصدقائه، بس بكون برضو حريصة جدا إن أنا أعرف مين أصدقائه، مين أهل أصدقائه، ومع الوقت ومع احتكاكي بالأهالي بتاعتهم بعرف مين الكويس ومين الوحش. والله لقيت حد مش كويس ممكن إن أنا أقول له فيه كذا وفيه كذا ونتناقش، لكن ما أجبروش على إن أنا لا ما تصاحبش ده، ما تكلمش ده. اختياره للأدب والعلم، يعني اختياره للكلية بتاعته، اختياره للكتب واختياره للبسه، كل ده يتفق مع اخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا بمساحه معينه، مش اسيب الدنيا مفتوحه يعني. طيب دكتور دعاء، دلوقتي زي ما كان محمد كده بيتكلم، احيانا بتصطدم رؤيتنا للاجازه برؤيه الاولاد للاجازه. ايه الحل في حاله ان انا مثلا مخططه للاجازه بشكل معين، في انشطه، في فعاليات بيروح يحضرها، في جانب طبعا ترفيهي، في كل الكلام ده موجود، بس هو شايف انه او لو الولد او البنت شايفين انا عايز اسافر مثلا، انا عايز ابقى بلعب الرياضه بتاعتي بس، انا عايز ابقى بخرج مع اصحابي بس، وهو شايف ان دي اجازه صغيره وقصيره، فانطلاقا من النقطه اللي حضرتك قلتيها فكره ان هو بيشحن طاقته تاني، انا عايز اعمل كده بس. المفروض هنا بقى تبقى لو حصل التصادم ده مين اللي، خلينا نقول بقى مش كلامه يمشي، بس خلينا نقول يعني مين ممكن يتنازل على وجهه نظره؟ بصي سؤالك جميل جدا، واحنا قلنا ان احنا لازم في الاجازه نعيد العلاقات بيننا وبين اولادنا ولغه الحوار والتواصل بشكل افضل. فالام هي الوتد والاب الكيان والمثل الاعلى والحمايه، لازم يبقى في قعده قبل الاجازه مع نهايه الدراسه، نهايه الترم الاولاني، وبنتكلم فيها وبناخد اراء بعض. طب ابني ده عايز كذا وكذا وكذا، بكتب، وانت عايز كذا وكذا، بحترم بسمعهم رايك كذا وراي كذا. طب اخوك مثلا، نفترض الولد اخوه مثلا عنده بطولات، عنده تمرين رياضي، فاحنا مش هنعرف نسافر، فبقول له
طيب هل انت دلوقتي عايز ان انت تسافر بس احنا مش هنقدر عشان شغل بابي او عشان اخوك او كلام ده كله، فهيقول خلاص مش مشكله بقى، مثلا هيقول لنفسه انا مش مشكله، فاقول له لا انت مهم ورايك يحترم، بس انت شايف ايه؟ هل ان احنا ممكن نسافر ولا ونسيب البطوله بتاعه اخوك ولا نعمل ايه؟ انا بـ 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 مش باجبره على حاجه هو مش عايزها، انا بتكلم معاه، بتشاور معاه، بحترم رايه، بحترم رايه وبتكلم يا دكتور ما اقتنعش نفترض كلمته هتمشي في الاخر نفترض ان هو ما اقتنعش، انا بصل لحل وسط، حل يرضيني ويرضيه، يعني هو عايز كذا وكذا وكذا وكذا، فانا مش هقدر البي الحاجات دي كلها، فلو مثلا لبيت 5 أو 6 من 10 فحلو قوي اتس اوكي، فالدنيا هتبقى لطيفه، لكن انا بص هي اجازه ولازم يبقى فيها انشطه كتير، لازم يبقى فيها يعني فيها، مش هنقول ان انا خلاص بقى ببعد شويه عن الدراسه وعن الكتب وعن التعليم، ولكن لازم يكون فيها يعني جزء رياضي، ولازم يكون فيها حتى التواصل مع الاسره، ولازم يكون فيها زي ما حضرتك قلتي 5 جوانب، الجزء الاجتماعي والثقافي والديني والترفيهي كمان، ممكن نخليه يزرع نباتات، يربي حيوان اليف يعلمه الشفقه والانسانيه، يعني بربي قيم واهداف، وفي نفس كمان الوقت حتى مهمه جدا فكره ان انا اخد رايه، يعني يبقى شريك كده في صناعه القرار جوه البيت وجوه الاسره، ان ده بيبني شخصيه لاولادنا، انه لازم يقول رايه ويتكلم استقلاليه وثقه بالنفس، وزياره معرض الكتاب فعلا بتعلم حاجات كتير، بتعلم الاستقلاليه، اختلاط وتقبل الاخر. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا على الروشته الجميله السريعه دي والمعلومات دي كلها، دكتور دعاء بيرو استشاري العلاقات الانسانيه والاتيكيت الاجتماعي، نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا، وانا سعيده باللقاء معاكم. شكرا حضرتك.